اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير اعزائي الحضور لاحياء الحفل هذه المناسبه اللي هي مرور 10 سنوات على تاسيس الهيئه الملكيه الاردنيه للافلام. اهلا وسهلا فيكم. صناعة بكل معنى الكلمة، بحيث أنه يخلق فرص عمل كبيرة ويستقطب الاستثمارات ويعود بالمنفعة الاقتصادية على البلد الذي يحتضنها. أشكر الجميع على الثقة والدعم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة. مبروك لنا جميعا.
Are the Jordanians nice? لكي ندخل صناعة السينما العالمية علينا أن نتقن لغة الأفلام، وهي لغة صعبة، أصعب من العربية وأصعب من الإنجليزية. والجميل في داود وزملائه أنهم بدأوا بتعليمنا هذه اللغة.